والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب الساع فيكم في سيتي سكاي لاين. اليوم عندنا شوي مشوار طويل، شوي مشروع حبة كبير. أبغى أغير هذا الشارع أول شيء. محتاج أسوي لهم شارع دائري، إنزين اللي هو، ومحتاج أسوي لهم منفذ من هذا الشارع دايركت بس حق المدينة هاي، لأن هني حاليا ما في مشاريع. إذا في مشاريع في المستقبل نقدر نبتد، نقدر نسوي وايد شغلات، لكن حاليا محتاج اسوي شوية بنية تحتية واحط المصنعين الباقيات هني واوصلهم بنفق يمكن. ونشوف شو السالفة. لحظة، هاي ليش ما عندهم تكون شرطة؟ ما عندهم شرطة؟ هاي حطيكم شرطة، والله استوي لكم شرطة. تعال، ما عندكم مطافي؟ ما عندهم مطافي. ما عندكم مستشفى؟ عندكم. اوكي منطقة الاخشاب. انزين الحين المحتاجين نسوي مجموعة مواصلات صعبة جدا 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 جدا، بس اتمنى من 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 انزين اتمنى منكم شيء واحد. اذا عجبتكم الحلقة واذا حابين السلسلة لا تقصروا وياي، دقوا زر الشير، شاركوا ربعكم في السلسلة هاي، خلوها تكبر. ما شاء الله انتم حابينها والناس قاعد تتابعها. فالحين ببدا في البنية التحتية. خذوا تايم لابس على الطاير وراجع لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى، أرجع لكم من جديد. وها خلصت الصراحة، كان وقت طويل جدا 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 جدا، اختصرت لكم لأن أعرف أن موضوعه طويل وما بأخيسكم وايد. تشوفون هاي الوصلة في الوسط، طبعا أنا سويت تقاطع جديد على أساس أنه يناسب المدينة، يمكن ما يكون أحسن تقاطع في الشارع، لغيت كم تقاطع بردهم أنا وياكم الحين وما شي مشاكل. بس اول شيء شو بنسوي؟ بنسوي بين هني وهني ممرات، خلينا نهدم الشارع الحقه. بسوي نفق، اوكي بيكون نادى تحت 10 10 ما يعتبر نفق، شوف هي 10 لا يعتبر نفق. على لحظة اسوي جسور اظني احلى، بيكون اسوي جسور بيكون احلى احس. خلينا نسوي جسور بممر باصات، شارع باصات، شو رايكم؟ جسور كبيرة شوي، 10 الجسر الباص حق الشكل، على فكرة خط الباصة بس كشكل جسر عود حق توسعات مستقبلية بينفعنا بعد. زين بنسوي هني، ما ينفع لنا جسر، بنسوي هني المكان الأولي 10، بننزل في التقاطع هذا لين هذا التقاطع هذا، على أساس لو في باصات رايحة تودي تجيب الناس ما تتعطل على الجسور. هاي الناس وصلات مباشرة الحين عايشة، وعلى فكرة الشارع استوى أفضل. حطيت في التقاطع جديد، هذا أنا صممته صمم مو بأحسن شيء، لكن لازم أبدأ أصمم شغلات حقي بروحي. اول شيء بسويه بحط باقي المصانع اللي عندنا، باقي المصانع طبعا وصلت الكارغو تيرمينال لو شفتوا بالقطار هذا اللي هني، على اساس اي مواد خام هني موجوده في الاماكن، لان لازم احط مجموعه مستودعات في كل الاحوال. اصلا هني المكان راح ينترس مستودعات، شو المصانع بدون مستودعات ما يستوي صح؟ زين فخلنا اول شيء نجيب مستودعات على اساس اي شيء زياده هناك نجيب المستودعات. انا اول شيء اوكي خلنا نشوف انه مستودع حجمه ممتاز يكون. انا بني بخط شارع، لا شارع شارعين بس نبه خلى حشيش سيده بالطريقة هاي تقريبا. سيده نحطي ما يستوي، نحطي هذا اوكي مستودع مستودعين، اظني هالمستودعات يكفون، ما له داعي حتى اني اسوي شيء زيادة. شوفوا انزين اول شيء بنحطيه طبعا نحن خلي يسوي هو بالانس اندستري جوز، بنحطي اويل برودكتس، بنحطي بنا اور برودكتس، بنحطي فارمنج برودكتس، كل شيء يمكن نحتاجه يكون في المنطقة قريب، فورستري برودكتس، وعندنا سوالف مصانع بالضبط 6 ايانا 6 ايانا هذا بنحتاجهم. هاي المستودعات اساسية حق هالمكان على اساس القطار يا شيء استوك زايد ولا ما يتريون. اتمنى انه ياخذ اللي يباه ويروح، ما يتم واقف هني. اتمنى انا هالشيء ياخذ اللي يباه ويتوكل، ياخذ اللي يباه ويتوكل. في عندنا حل واحد نسويه ون واي، ان الشارع يروح بالطريقة هاي على اساس ما نسوي زحمة، لان باصات طالعة وداشة من هني. شو بسوي؟ اللي بسويه بجيب الشارع هذا بسويه اتجاه واحد بهالطريقة هاي، على اساس الزحمة توقف هني مو مشكلة، بس هني باصات ما بس زحمتين يتلاقون. خلاص يخلص يتوكل، يخلص ويتوكل واقرب له. تغطية كل شيء عنده، تغطية كل شيء عنده، بس هذا ليش ما عنده مطاف؟ بنحط مطاف بحضنه لو يبى، والله ما عندي مشاكل. انزين ومصانعنا هني، انت شو مشكلتك؟ كوربس وهالسوالف. انزين هالسوالف بيجون هني الحين شوي 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 شوي، بيخلصون من المفروض يخلصون من صديقنا هذا. خلنا نسوي هني اتجاه واحد بعد بس يخلصون. بيجون من هني يعقون هني في المستودع ويروحون. بيستوي هالشيء؟ اتصور انه بيستوي نوعا ما مفروض. بس هذا الباص ليش هي هالطريق هذا هبل؟
بتنفع المستودعات خلوها. زين الحين باقي المصانع، عندنا مصنعين نحن هني، وين صاروا مصانع فاكتوريز اللي هو قلنا مصنع الالكترونيات ضخم بنحط هني، بيكون في مستودعات وسكنات. ترى صبر صبركم علي، وقلنا مستوى المودلر شو اسمه مال البيوت، مصنع البيوت هني زحمه اصلا، احطيه هني في نص الزحمه بيسوي لي ازمه، وخلي المكان فاضي احسن. خلينا نمد هذا الشارع بالطريقه هاي، نحطي على اخره كئيب هالشارع، خلينا نحط هالشارع بس ابو شكله غير يكون، ممكن شارع صناعيه احس حلو بيكون. هي شارع صناعيه مكان حلو، هي ممتاز. بنحطي هذا وين؟ هني، وهني بتكون خدمات. انزين الحين تم عندنا مصنع السيارات فقط، اللي هو مصنع وايد 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 ضخم. طبعا ما بحطه بالطريقه هاي احسه غلط بيكون، ولا اقول انا نحطيها بشكل مركزي كلهم. بس شو بسوي على اساس انه ما يجمع زحمه السيارات عنده؟ بني بشارع من هنا طالع لين هذا، خلنا نشوف هذا كيف بيكون. شوف وين الخط، هذا هو الطريقة هاي، شو هذه الطريقة. كان صار عندنا سكشن جديد، السكشن الجديد يا زمن وايد امتد جدا. زين هذا معناه مجبور اني انزل شوية بالطريقة هاي، مايل اروم عدله، ترى عدله بسيط، خلنا عدله لحظه بسيطه ان نعدل عادي. نحط مصنع السيارات هنا، هاي المصانع مالنا، هاي مش شيء اساسا. احنا تبنا كيف نحن نحط مصانع، كيف نسوي هالسوالف. زين الحين النويز بولوشن هنا نوعا ما اوكي، بس بيستوي حشره، لازم بيستوي حشره. خلنا نمد له ماي، لا تصيح لا تصيح لا تصيح لا تصيح، اوكي زين بنمد له ماي. ابى احط هني معسكر، صبر المعسكر جاي. خلنا نحط لنا باركنج، بس باركنات بنحطيه الحين، ما بسوي شيء بس شويه باركنات، وبنتفاهم مع الوضع الباقي بعدين. وين الباركن مالي؟ هذا لا صغير، هذا بنحطي لهم باركنات هني، وبنحطي لهم باركنات هني. وعندنا سوبر ماركت، سوبر ماركت نبا ايكيا هني، لا وول وور سوبر ماركت هني بنحطي، اوكي حطينا بعد سوبر ماركت هني. واللي بنسويه كالتالي، اول شيء خلينا نحط نقطة كهرباء وصل باقي المدن. انزين بنبدا في سوالف الجيش، اول شيء ميليتري. طبعا ميليتري معناه بوليس هني وفود، ما عندكم مشكله. بس اول شيء بنسويه بنحط لنا قاعده طبيه غير المستشفى، هذا عمل فوري اوكي. وبنحطي لنا اوت بوست هني، كم من اوت بوست جنب بعض مطابقين لبعض، اربعة بالضبط استوى مكان نايس. زين بنحطي تشيك بوينت حق الداخلين والطالعين، تشيك بوينت هني، تشيك بوينت تفتيش هني، وتشيك بوينت تفتيش. ان شاء الله يركبون، ان شاء الله ما يستوون يعني معانا، ما يتحولون الى رحلة معانا. وين الشارع؟ خطين الاولي مالنا صديقنا الديرت، ايوه قدود اول ديرت رود. اوكي هذا ما بيركب، هذا معنا ما بيركب. فشو بسوي؟
بشيل هايل. بنحتفظ بكم نقطة اللي عندنا، نقاط تفتيش عشوائية. انزين للي يروح اي مكان، نقاط تفتيش مثلا واحد عليه تعميم عليه شيء يصير يبطل هناك. حاطين نقطة هني ونقطة هني. عقليه بالتفتيش موجود التفتيش هذا، هل في دوريات؟ ما في ولا دوريه، ما في ولا شيء. انزين بنحط لنا بعد كعسكري لازم نحط اكاديميه تدريب. اكاديميه التدريب مالنا طبعا هو كمعسكر فعلي فاشل، لان على شارع عام كل حد يشوفه، المفروض المعسكر الفعلي يكون بعيد. بس هذا شو الهدف منه الحين؟ هاي يوفر لنا دراسه، اوكي، مدارس هاي سكول، وعندنا شيء ثاني يوفر لنا شيء ثاني. مثلا هذا مثلنا كأن الناس تيجي تزور الرود بلوك، هذا الناس بتزوره. هذا الحين يبغى وضعي احطه فيه بعدين سبب رود بلوك مثلا. لازم احطه على شارع صغيرون، على شارع هالكبير هذا ما بيركب. مثلا نحط لنا ميليتري هاي هنا زياده كنوع من انواع، نقول عندنا عساكر وايد حق العالم. هذا مش معسكر فعليا، هذا معسكر صغير، هذا معسكر زيارات، لا تخلطون بين الاثنين. هذا عسيكر اقول التم. حطينا مهابط هليكوبترات عسكرية هني. وابا ابراج، هلا ابراج تعبان المشكلة، بس البيس هذا حلو. ها انتو شايفين هاي يمكن المودات كلها في السلسلة اللي قبل الماضية، انا متأكد انكم شايفينها. حطينا هذا هني، في ناس بتزوره بتشوفه شو السالفة، هليكوبترات كذا الى اخره وغيره من هالامور. لحظة مش هذا اللي نبغاه، ونبغى نحطي لنا، ما بحطي وايد شغلات لانه معسكر صغير ومش مفروض يكون بالضخامة هاي اصلا، واصلا اكبر من المفروض يكونه حاليا. حاليا هو اكبر من شو اسمه، بس بما ان عندنا مطار هني نحن نقدر نحطي له مطار عسكري، بس بيكون معانا حاليا. انزين خلنا نحط لنا البيسات الصغار اللي هني. لحظة، واحد اثنين، ما يركب اكثر. اوكي شوفوا هاي المعسكرة الصغار، والله محلاها حلوات ترى، هاي مودات ناس مسويتنها كوميونيتي، ناس تحب اللعبة ترى، شيء وايد حلو ترى، وايد حلو هالشيء ترى، وايد وايد حلو يعني، شيء فظيع يعني الصراحة، شيء انا اشوفه وايد وايد اوكي وايد يعني. انا منزلنا عن طريق الستيم وركشوب هذا كله. زين ما نبغى مال المطارات الحين، ما نبغاهن على كثر ما نبغاه، نحطه عند المعسكرات هاي، بعض السوالف بنحط عندهم. ميليتري بيس ما نبغى، بس هنا نبغى شغلات عادية مدنية الحين. تشوف ما احد روبوتات هالسوالف، انا احس حلو يكون في مكان عسكري، لانه هالسوالف فعلا تحسون اللي يستثمرون فيها العسكري السن. زين ونحط لنا طبعا، بما ان المكان هذا يزورونه ناس، لازم يكون في متحف، وهذا شرطة العسكرية، وهذا الصواريخ حق شو حطيها يعني، ها مش معسكر فعلي، هذا معسكر حراسة فقط يعني. لهذا السبب راح يكون فيه عبارة عن عماير هني سكنية كلها، الدوار الداخلي عماير، حتى مش اسمها هاي العماير، ابراج مفروض يطلعون. انزين وبنحط بعد هني عماير، هاي بخليهم فاضيات حق دكاكين، حطي عماير هني. وفعليا عماير زائد نقاط تفتيز ما اعرف، لا اوكي اوكي بيكون وايد اوكي. بنحط دكاكين في الوسط حق خدمات حق هالسوالف حق الامور، بس نبى ناس اكثر، لان الناس عندنا نقص نحن في الناس اصلا. بس انا بعتبر ان هاي عماير هلا ما كانوا، ما ادري احس، خلنا نشوف يطلع عماير يكون حلو والله. انا مش معسكر كامل، ارد اذكركم، لا تقولون معسكر كامل، هذا عسيكر، هذا نقطة حماية حق الصناعات حق هاي السوالف، عندنا مطار موصلين بالمطار وهاي الامور. تشوف عندهم شرطة، عندهم تعليم، ما عندهم، ما التعليم مو مشكلة ممكن تخلى عنه شوي. عندنا مطافي ما عندهم، بنحط لهم في عند
بين نقطة التفتيش هني، حطيت المطافي هني بيتعطل المطافي، ما بيغطي مكان. بس إذا حطيت المطافي مكان نفس هذا، لا لا المطافي خليني أحطه مكان نفسه يغطي كل شيء. ونحط هليكوبترات، طبعا هليكوبتر إذا في أي هليكوبتر الحين عندنا معسكر، ما يصلح نحطيه إلا في حضن المعسكر أصلا يعني. العسيكر والله هو ما ينفع، ما ينفع بس تعرفون شو الصبر. النيب هذا هني أقدر أحطيه، هل أقدر أحطي هذا؟ لا يناقص شوي بعد مساحة، فبحطيه هني لأغراض المساحة. شرطة أمورهم طيبة، لا بنحطي لهم نقطة صغيرة هني. خلاص الحين، الحين في سبب إن نشوف سيارات عسكرية يعني، مش إنه ما في سبب، لأن في عندنا معسكرات فعليا. زين طبعا المساكين يبالهم، بحطي لهم ملاعب، مجموعة ملاعب، مجموعة ملاعب بحطيها هني عند المطار، يروحون يلعبون ولا عند المصانع؟ عند المصانع، لأن هني عند المصانع ما حطينا شيء، صح؟ ما حطينا شيء خدمات فعلية عند المصانع، يعني حلو بيكون يجون هني عند المصانع يلعبون. هاي لها المصانع نفسهم يلعبون تنس؟ أوكي تنس، أوكي لأن ورانا مدينة رياضية، فما با أسرق من المدينة الرياضية وأحط هني أي شغلات مباني مميزة يعني. الحلقة هاي مميزة. الحين سيارات أوكي، ليش سيارات يبون يسوون كراسي جلد؟ أوكي أنا آسف، في شيء ما شفناه، لحظة خلنا نشوفه. حالك يصنع سفينة، شوفوا شوفوا والله قاعد يصنع سفينة. سرع زين، ليش ما يتحرك؟ شو الانيميشن بس فنان، شوفوا كان فاضي، صنع لنا سفن. هني راح يكون عندك مدينة ويكون عندها مواني طبعا. منو متحمس حق المدينة هاي؟ انا اختصرت الحلقة هاي، انا اختصرت الحلقة هاي عشان ننتهي من المصانع. يكون عندنا مصانع، يكون عندنا معسكر صغير، يكون عندنا سبب وشوي سكن زيادة يعني. فأنا أحس كشكل خريطة عندنا، خطأ طلع لي، جدا جميل للحين، جميل. بس باقي لنا هني المدينة اللي راح تكون مدينة هاي مدينة أنا بقضي فيها شوي وقت اللي بتكون هني. لهذا السبب عجلت في المنطقة، لأن أصلا الخريطة عندنا حلو 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 حلوة. طفنا على وايد أماكن وتضاريس، شوفوا الخريطة محلها، شوفوا شوفوا دخيلكم دخيلكم بعدها يعني. وأنا جالس أخذ مساحات الخريطة ضخمة، لأن فاتحين كل شيء بالمودات نحن، وبعدها بوسع أسير حبة زيادة يعني تحت ولا مكان، بس ما أحس له داعي، لأن سوينا فعلا فعلا مدن حلوة نحن في هالسلسلة هاي. في من شوية عيوب هني وهناك، لأن الحلقة تأخذ ساعتين ثلاثة، وناتج الحلقة 40 دقيقة يعني، عادي أحط شوارع فترة طويلة أو ساعة، تأخذ ساعة ونص ساعتين. بس مشكورين على متابعة الحلقة المختصرة جدا بالنسبة لي أنا، هاي حلقة مختصرة بالنسبة لسيتي سكاي لاين، ما بعقد الموضوع هني. عندهم سوبر ماركت، عندهم ملاعب، عندهم معسكر صغيرون، عدلنا الشوارع، قضيت وقت حلو طيب في هاي. ما علي سكت اختارها، يخلوها أنا بستفيد منها إذا استوضغت. لا تحتشرون علي، عارف تحتشرون علي، سوينا ما بينهم جسور وناس رايحة وناس رادة، وعدلنا الأمور والزحمة اللي هني. شو أخبارها؟ ليش يبون يلفون يسار كلهم؟ سؤال. يبون يطلعون من هني. هذا معناه أنا ياس أجمع الزحمة عند مكان أصلاً زحمة قبل لا نسكر الحلقة. شوفوا هذا عشان نكتشف ليش الزحمة. شو بسوي؟ بخلي الدرب هذا من هني يدين هني، خلي الزحمة تتغير، لأن هني أصلاً منطقة مزحومة. خلهم يأخذون يمين كلهم ويروحون من وراء، أحسن أحسن وايد أحسن. خلنا نكبر لهم الشارع، خلي لهم شارع عود شوي على أساس يروحون على راحتهم. شوفوا الزحمة شوي بتخف خلاص، اللي بيروح هناك هني مثلاً عنده شغل خلاص. ليش ياخذوا لفة طويلة؟ يعني هاللفة أكثر من هاي؟ لا قاموا ينقسمون، حلو قامت الزحمة تنقسم. Thank you so much على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.